بين لا يفرق بين ذلك إلا بعلم، إلا بعلم. الأمر الثالث أيها الإخوة الكرام عباد الله، تخيير الجلساء واختيار الرفقاء، واختيار الرفقاء الصالحين المؤمنين المحسنين المستقيمين المتبعين لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. الأمر الرابع عباد الله، أن يتذكر العبد دائما وأبدا أنه سيقف يوما بين يدي الله عز وجل، فأن الله سيحاسبه على ما قدم في هذه الحياة الدنيا، فمن عمل خيرا أثيب عليه ومن عمل شرا عوقب عليه، كما قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اختر لنفسك ماذا ستفعل، اختر لنفسك ماذا ستفعل في هذه الحياة الدنيا خيرا يثيبك الله عز وجل عليه في الدنيا والآخرة، أم شرا سيعاقبك الله عليه وتندم على ما فعلته يوم لا ينفع مال ولا بنون. الأمر الخامس مجاهدة النفس وإلزامها وأخذها على سبيل الاستقامة، فلا بد من حزم وعزم مع الاستعانة على ذلك بالله تبارك جل على ذلك تبارك وتعالى، فهو لا بد بالغ تمام الاستقامة، بالغ تمام الاستقامة أو مقارب. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الدين يسر، ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. فجعل البشارة عليه الصلاة والسلام لمن سدد أو قارب، والمسدد هو الذي أصاب الاستقامة في تمام حقيقتها وأبى صورها وأتم حللها. لذلك فعلينا عباد الله أن نجاهد أنفسنا ولنحذر أشد الحذر من الانحراف على الطريق المستقيم، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواه وأتمنى على الله أماني اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الظالمين، وانصرنا على من عادانا، اللهم استرنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين، لا إله إلا أنت، اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور، وسعي متقبل مشكور، اللهم اصلحنا واصلح ذرياتنا وأزواجنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم وسع لنا في أرزاقنا، بارك لنا فيما أتيتنا، ارفع عنا الغلاء وأبعد عنا الوباء يا سميع الدعاء، اللهم اغفر لنا صغارا وكبارا، ذكرانا وإناثا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى عن الناس يا رب العالمين، اللهم ثقل ميزاننا بالحسنات يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تغفر بها ذنبنا وتثقل بها ميزاننا يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا يا رب العالمين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما من الشر معصوما، اللهم اجرنا من النار بعفوك وادخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، امين امين، الحمد لله رب العالمين. اخوتي ان الجنازة بعد الصلاة ان شاء الله نصلي عليها، اللهم اغفر لها وارحمها.
اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ان كان كرسينا فزد في احسانها، اللهم نقي هذه الذنوب خلا ان قذفه الامر من الجلس، واغسلها من الخطايا الماء والثلج والبرد، اللهم ارزق اهلها الصبر والسلوان، اللهم ارزق اهلها الصبر والسلوان، اللهم اغفر لموتى جميع المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه وماتوا على ذلك، امين امين، والحمد لله رب العالمين.